السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فوز النادي الأهلي على البنك الأهلي 1-0 وتربعه على قمة الدوري والانفراد بالصدارة بفرق 6 نقط عن أقرب المنافسين فيوتشر، ورحيل رسميا رحيل فيريرا عن الزمالك بعد الهزيمة من غزل المحلة 2-1 بجهازه المعاون. ولكن في البداية يا سادة، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناة يتكرم علينا باشتراك في القناة، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي، ولايك على الفيديو، والف الف مبروك للنادي الاهلي على الفوز على البنك الاهلي في مباراة صعبة جدا على النادي الاهلي بعد مباراة القمة، وكتير كله كان متخوف من المباراة دي، وخصوصا بعد مباراة كبيرة عملها النادي الاهلي وفوزه على الزمالك 3-0 وهدف محمد شريف في الدقيقة 31. وألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على الفوز وعلى النتيجة وعلى التربع على القمة قبل سفر النادي الأهلي إلى المغرب للعب في مباريات أو في نهائيات كأس العالم للأندية. الأهلي دايما هو البطل. الأهلي خلص مبارياته في شهر يناير بفوز وانتصار والحمد لله، وتربع على قمة الدوري قبل السفر للمغرب في مشاركة كأس العالم للأندية، اللي إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وأول مباراة ضد أوكلاند سيتي إن شاء الله بإذن الله، والأهلي يقدم مباريات قوية واحسن من المباريات اللي فاتت او احسن من السنين اللي فاتت اللي قبل اللي حصل فيها النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه، واللهم لك الحمد. يمكن ربنا اكرم واراد وراد ان ارد للنادي الاهلي حقه ان هو يلعب في كاس العالم للانديه بعد الوداد ما فاز ظلم وبهتان في نهائي كاس دوري ابطال افريقيا. ولكن يا سادة نتكلم شوية على المباراة النهاردة والخوف اللي كان كبير، وخصوصا مباراة مع فريق زي البنك الأهلي اللي ما بيلعبش. البنك الأهلي لو بيلعب كل مبارياته بنفس الحماس من بداية الدوري، والله في ال15 مباراة اللي فاتوا أنا متهيألي، أو ال15 مباراة اللي اتلعبوا أو ال14 اللي اتلعبوا قبل النادي الأهلي، كان البنك الأهلي زمانه في حتة تانية، لكن ده البنك الأهلي في المركز ال16 وعنده 12 نقطة وبيلعب مباراة هجوميا ودفاعيا قدام النادي الأهلي. يعني معرفش، كل اللعيبة نازلة عندها غل في النادي البنك، لعيبة البنك الأهلي نازلة عندها غل وبتلعب بغل. يعني نفسي أعرف، طب ليه انتوا ما لعبتوش ليه قدام الاتحاد لما شفتوا 3-2 قبل كده؟ وليه ما لعبتوش في المباريات اللي قبل كده السابقه؟ ده يعني ده انت عندك 12 بونت من 14 مباراه، يعني حتى المباراه مش طالعه بنقطه. ولكن يا ساده برضو نقول الف مبروك، ولكن في حاجات كده على الكبير المدير الفني العبقري عمنا مارسيل كولر، لكن في بعض علامات الاستفهام كان نفسنا، او كان في حاجات نفسنا نشوفها. واحد زي كهربا مكسر معاك الدنيا في المباراتين اللي فاتوا، ليه ما تطع... ليه يعني ليه قعدته طول المباراه؟ يعني مثلا ما جالوش ايقاف من اتحاد الكره نقوم احنا نقعده ما نلعبهوش؟ ماشي. واحد زي اللاعب محمد الضوي كريستو، ده لاعب محترف وبياخد بالدولار من النادي الاهلي، يعني المفروض على الاقل كانت تدي له فرصه يجرب، زي بيرسي داو اللي راجع من الاصابه بعد 40 يوم بتلعبه، ولا زي مطار محمد طاهر اللي راجع من الاصابه وديته المباراه كامله. يعني على الاقل كان كريستو نزل شويه. يعني انا مستغرب على تغييره محمد فخري مكان احمد نبيل كوكا، هي ما افادتش ولا اصفرت ولا اسمرت مع النادي الاهلي عن اي حاجه، لان محمد فخري ما قدمش حاجه كتيره او جديده. ولكن كل التوفيق للنادي الاهلي في ما هو قادم، والحمد لله على الفوز وعلى الصداره. ويا ساده غزل المحله ادى الزمالك درس لن ينساه، والفوز فوز غزل المحله على الزمالك خلى الزمالك للمباراه السادسه على التوالي بدون فوز، 3 تعادل و3 هزيمه، ما شاء الله على غزل المحله. وعاجل ورسميا فريرة إقالة فريرة من نادي الزمالك. نادي الزمالك أعلن رسميا إقالة فريرة وجهازه المعاون. طب في حاجة كده، والله كان أقول لك على حاجة
مع السلامة أيها العجوز، مع السلامة أيها العجوز اللي الإعلام المصري نفخك على الفاضي وعمل منك حاجة ما كانش حد يعني متوقعها، ونفخك وقال لك يا عم البروف، وعملوا منك أسطورة أو بالونة منفوخة هوا، وكان نفسي تلحق أو تقعد وتخش في أفريقيا وتلعب، مش علشان تاخد البطل ولا علشان تحقق اللقب، لا، علشان تشوف وتشيل خمسات زي اللي شلتها من النجم الساحلي قبل كده. ولكن القدر كان رحيم بيك يا فريرة. بس في سؤال هنا، هل الزمالك هيدفع لفريرة ال 500,000 دولار اللي عليه بعد تعيين أسامة نبيه مدير فني لنادي الزمالك، وحكم المباراة عبد العزيز السيد بالعافية عايز يخلي الزمالك يفوز بأي طريقة أي طريقة، لدرجة إن هو كان حاطط حارس مرمى غزل المحلة في دماغه، الحارس لسه ما جاتلوش الكرة، بيقول له هتلعب ولا اديك انذار؟ احتكاك مع يوسف أسامة نبيه داخل منطقة الجزاء في الستة ياردة مع حارس المرمى غزل المحلة، ولا حسب فاول ولا أي حاجة، وفاولات للزمالك من هنا ومن هنا، بس مفيش. بعد ضربة الجزاء بتاعت الجزيري اللي علق رجله، الجزيري علق رجله في اللاعب بتاع غزل المحلة واتحسبت ضربة جزاء، كان عايز يفوزهم بأي طريقة عبد العزيز السيد، وربنا يصلح حال الحكام في مصر. وأهم حاجة النادي الأهلي وفوزه النهارده الحمد لله. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.